سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء المغرب في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم غادي نتوقفوا عند مسار لاعب تالق وطنيا وعربيا، الامر يتعلق بمجيد الدين الجيلاني الذي لعب في مجموعه من الانديه المغربيه كالوداد والرجاء والفتح والنادي المكناسي واولمبيك خريبكة، واحترف أيضا في مجموعة من الأندية العربية. آخر محطة في مساره الكروي نادي الأولمبي الزاوية بليبيا الشقيقة كمدير للكرة. في حلقة اليوم سنتوقف عند نجاحاته وعند إخفاقاته، وسنحاول رصد غلطة العمر. مرحبا بك معنا سي مجيد الدين في هذه الحلقات. مرحبا بك سي حسان، وسعيد بالتواجد معك يعني منذ المجيء ديالي خلال الأسابيع الأسبوعين الآخرين، ولي شرف بأنني نكون معك وننجحوا هذا البرنامج الشيق يعني المتابع بشكل كبير من طرف واحد الشريحة كبيرة ديال المجتمع المغربي والعربي. قبل ما نواصل النقاش مع الضيف الكريم نمشيو جميعا ونشوفوا تقرير حول مجيد الدين المؤطر في منطقة قروية، ونواصل الحديث. كلما توقف اللاعب مجيد الدين الجيلاني أمام مقر نادي الفتح الرباطي سافرت به الذكريات إلى زمن التألق بالفريق الرباطي قبل أن تحمله رياح الأحلام إلى القلعة الخضراء حيث ساهم في صنع أمجاد الرجاء الرياضي. في ملعب الفتح يحكي مجيد الدين لنجلتيه قصة البحث عن موطئ قدم في عالم المستديرة، ويروي لهما بداياته في الرباط قبل أن يحط الرحال في محطات أخرى. بدءا كنقدموا لك عبارات العزاء، انت جيتي من الديار الليبية لان كان عندك واحد العارض نا حادث أليم كانت قاسمه معك الأحزان ديالك، ونتمنوا لك عودة موفقة للدوري الليبي مع فريقك وفريقك فريق الأولمبي بمدينة الزاوية. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني أكيد شكرا لك أخ حسان، وكذلك الجميع اللي بدلنا يعني تعازي داخل وخارج الوطن، إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا المرحلة كانت قيمة جدا، وهذا اعتراف يعني ديال المسؤولين ديال النادي الأولمبي بالفترة اللي توجت معهم كأحسن لاعب أجنبي وكهداف. ارتأى إدارة الفريق المشكورة في شخص السيد رئيس النادي محمد بحرون وأعضاء مجلس الإدارة الأخ فايق والأخ نبيل والأخ سامي عبد الباري عبد السلام، هادو كلهم شباب جديد يعني برؤية أخرى احترافية. ارتأينا باش نكون ضمن الطاقم الفني والإداري الكبير. الحمد لله كان واحد الجهد كبير طيلة الشهرين، خصوصا بأنني مشيت والفريق كان يمر بواحد المرحلة حرجة. الحمد لله ما جيت المغرب حتى خليت جميع الفئات في المرتبة الأولى، كذلك الفريق مازال الآن يحتل يعني المرتبة الأولى في انتظار خمس مباريات اللي غتكون حارقة بالدوري الليبي، اللي ممكن غادي الفريق يعني يمشي لبطولة البلاي أوف السداسي اللي ممكن أظن على ما أظن تنظم يا إما في قطر يا إما في الشقيقة مصر يا إما في المغرب أظن. طيب وحنا كنتكلموا على الدوري الليبي، الكرة الليبية عطات الكثير من النجوم اللي غادي نتوقفوا عند كي. عند كثير مصباح شنقاب باني العيساوي التايب طريق التايب أحمد سعد خالد حسين، أسماء عديدة وعديدة جدا. أنت كنت من اللاعبين الأوائل اللي احترفوا في الدوري الليبي، وحنا كنتكلموا على الدوري الليبي الممتاز، وحنا كنتكلموا على غلطة العمر. كانت شي غلطة العمر تما، وانت حاولتي انك تدخل
لإعادة اللاعبين المغاربة إلى الدوري. اللي تكلمنا على القصة منع اللاعبين المغاربة من الاقتراح كان قرار صادر عن سعد القذافي، لا اتحاد الكرة الليبي. اتحاد الكرة الليبي أظن في سنة يعني بعد ما توجت يعني بالهداف مع أو أحسن لاعب أجنبي 2007 مع فريق الأولمبي، اللي من هذا المنبر هذا كان وجه التحية للجماهير دياله ولا الإدارة القديمة ولا الإدارة الجديدة الحالية. كان انتقال ديالي لفريق النصر، يعني درت موسم كبير وكبير جدا مع فريق النصر، خديت أحسن لاعب أجنبي وتاني هداف مع فريق النصر. أطلع قرار من بعدها السنة اللي من بعدها طلع قرار بأن اللاعبين المغاربة يتمنعوا بقرار من اتحاد الكرة يعني الليبي، إثر واحد السلوك غير محبد من لاعب بين قوسين لاعب مغربي سلوك غير مقبول تجاه جماهير وإدارة نادي ضد جماهير الاتحاد. أظن على إثر هذاك السلوك، وانت شفت السي حسن يعني سلوك ممكن يحرم العديد ديال اللاعبين، اللي يحرم اللاعبين راه غيحرم عائلات يعني ممكن حتى داك العلاقات الرياضيه ما بين مش البلدين ممكن تنضاطر. اكيد انا بعد ما قضيت واحد الموسمين اللي هما جيدين ارتأى فريق الاهلي طرابلس، يعني الاكثر شعبيه في الدوري الليبي، ارتأوا المسؤولين تاعو بإلحاح من الجماهير لأنني كنت حيدت لهم البطولة، وأنا مع النصر يعني سجلت عليهم هدف التعادل وكنت مصاب، وارتأى الجماهير ورئيس النادي وحتى اللاعبين جميع مكونات النادي لأنني باش نجي الوقت أنا في المغرب، يعني اتصلوا بي إدارة النادي والجماهير على أساس باش نجي أنا وأنا في المغرب. عرفت بأن القرار ديال اللاعبين المغاربة ما كاينينش، يعني تكلمت مع إدارة النادي سكرت كما يقول، لا ماشي تسكرت، وانا في محل كان يعني كنقضي الحوايج هنا في كازا تنقضي الحوايج. اتصل بيا السيد ايمن حنيش اللي كان وجه لي التحيه احد اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي انذاك، قال لي عبد المجيد غير جي ويحلها الله تعالى. قلت له ما فيش مشكل، يعني بعثوا لي تذاكر طائره، مشيت معزز مكرم. أكيد بعد الدخول ديالي في مباراة ودية ديال الفريق الأهلي وفريق الترسانة بالمدينة الرياضية، يعني كان الملعب مملوء عن آخره، يعني وكان يعني كان واحد الاحتفال يعني جيد. كذلك اليوم الثاني فأنا مشيت للإذاعة قناة الشبابية، كانت دائما في الصباح، وكانوا اللي مشرفين عليها فيصل الأصبعي احد الاعلاميين الليبيين المشهور لهم بالكفاءه، ومعظمهم يعني اهلاويه واتحاد، طالبت بان بهذا القرار يعني يتعاد فيه النظر. وبكل امانه الجهات المسؤوله يعني ممكن شاهدات الحلقه، يعني قبل من نمشي انا للنادي لقيت البطاقه نتاعي ديال 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 رياضي مغربي، وتعطى قرار بانهم يدخلوا لاعبين المغاربه، ومن وراها جاوا تقريبا واحد 5 أو 6 ديال اللاعبين. اللاعب اللي كانوا ديك الساعه كيلعبوا كان البهجه، كان شبوكي، لا قبل مني انا كان سي احمد البهجه، كان السي عادل الشبوكي، كان طارق رزقي، كان لامين الرباطي، كذلك كان واحد الولد كان هشام، ربما ما لعبش بشكل يعني دعقالي الحارس مدنا، يعني دعقالي من الاسماء اللي برزات في نادي الاهلي. وعنده واحد الاسم اليوم من هذا اسم كبير وكبير جدا الى جانب عادل الشبوكي. طبعا هو دائما كما تحقق انجاز ما كيمشيو للانديه ديال الغرب، ما كيمشيوش عند الشرق. الشرق ربما اللاعب الوحيد اللي كان مشى للشرق هو عبد ربيه، كان مشى منصور، لا وبعدين يعني كان جاء بن حليب، كنت انا السبب نتاعهم، وعثمان عينيعه، وبعدين جاء عبد الاله منصور اللي ترك واحد الصدى طيب اخلاق، لعب مع موسم هو وبلطام مع الاهلي بنغازي، يعني كنا كنلعبوا الديربي، يعني اللاعبين اللي تركوا بصمات رياضيه. وكل امان مجيد من ليبيا الكويت
احترفتي في الكويت طبعا، كان عندك احتراف ايضا في سلطنه عمان وحققتي انجازات في سلطنه عمان، مشيتي للكويت واش ما كنتوش معايا بان انك غادرتي فريق ديالك العربي في عز الاحتفال، جمعتي الحقيبه ديالك ورجعتي للمغرب؟ غلطه غادي جبتيها من الخابيه ديال غلطه ولا ماشي غلطه؟ لا لو انا مثلا نرجع ممكن ما نديرهاش. علاش؟ انا نقول لك علاش. قصه العالم طبعا بعد الفوز ديالي انا يعني بالهداف، فزنا بكاس سمو ولي العهد، توجت فيها انا هداف المسابقه وثاني هداف الدوري، يعني طبعا شيء طبيعي بانك تحتفل بالرايه ديالك، شيء طبيعي طبعا، يعني هذا حق مشروع لك انك تحتفل بها طبعا. وكان معي انا ذاك اللاعب النجمي، اللاعب الاولمبيك خريبكا، انا ذاك المدافع طبعا. كي مشيت نحتفل انا العالم ديما معك، ديما معايا انا في اي بلاصه، يعني هزيت العالم ويعني درته على ظهري، مشينا كنحتفلوا في الملعب مع الجماهير ومع هادي انا ذاك. فحتى وجوج ديال الاخوان من الديوان الاميري يعني بغاو يقطعوا لي الرايه وبغاو يحيدوها طبعا. انا ما عجبتنيش هذيك يعني الحركه، كانت حركه مستفزه جدا اللي انا عبرت عليها بالطريقه ديالي انايا. وكنشكر بكل امانه الاعلام الحر الكويتي، جميع القنوات اللي تناولات الخبر بواحد الشكل كبير، وطبعا كان واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام جميع القنوات اللي الكويتيه الوطنيه الخاصه كلها اعطتني يعني الحق ديالي، كنشكرهم. كذلك يعني فاش بغيت نتسلم الهديه ديالي والكاس والميداليه ديالي، انا رفضت، وكانت معايا الابنه ديالي ايه، رفضت بانني انا نطلع ناخذ، ولو عندي واحد الاحترام كبير يعني يعني لسمو الامير وواحد العلاقه اللي هي كبيره وكيحب المغاربه. حسيت بها غلطه؟ حسيت بها لا، بالنسبه لي انا ممكن المغادره ديالي للنادي هي اللي غلطه، اما رده الفعل ديالي انا ماشي غلطه، لانني عبرت بكل وطنيه وعبرت بتعبير ديالي انا في هذاك الوقت، يعني كان كلام يعني قاصح شويه ما بيني وبينهم، يعني قلت لهم انا نطلع بالرايه الوطنيه ونتسلم الميداليه ديالي ومعايا الابنه ديالي انايا في اليد نتاعي انا، غير هذا غنمشي في حالتي. نزلت من غادي يعني من فوق الدرج، نزلت هزيت السياره ديالي ومشيت. الغد لي الصبح كنلقى جميع الميداليات ديالي في الكبت ديالي انا، وكلمت السيد رئيس النادي ابو طلال بانني انا انوي المغادره البلاصه اللي ما غنتحترمش فيها عالم بلادي وعالم والشخصيه ديالي انايا، ما عنديش فيها ولو دقيقه. يعني كانت محاولات من جميع اعضاء الفريق، لاعبين، لا الاعتذار غيجي بعد كل امانه، ما غنجيش انا نحكم على هذيك هذاك التصرف. طبعا حتى انا كان عندي فيه شويه ديال الغلط. واخا حنا كنتكلموا على الاغلاط، كنتي شويه انتقدتي المنتخب المغربي في واحد الفتره من الفترات، فتره الزاكي، كنتي كانوا غادي يناديو عليك وعاود الاسم ديالك سقط ربما من اللائحه. تكلمنا على القصه، وكنتي شويه كنتي قاسي مع المنتخب المغربي. ماشي قاسي، انا طبعا اللي عاشرني انايا غيعرف مجدين عنده قرارات انا دي ديسيزيون كناخذهم انايا، وما عمرني ندمت على شي قرار. بالنسبه لي انا المنتخب، انا في 2002 انا مع الفتح الرباطي، يعني 2001 2002 2003 يعني طبعا فريق الفتح الرباطي دوز معاه سنه من احسن السنوات، كانت سته اشهر مع الاستاذ مع السيد ايفيكا تودوروف الله يذكره بخير، ومن وراها مع السي بن عمر والسي بن العياشي. طبعا كنت انا ثاني هداف، هداف النسخه ديال كاس العرش انا ذاك، وهذيك الساعه هداف هو بيدودان، كنت انا ومصطفى بيدودان دايرين موسم كبير جدا، موسم كبير جدا. هذيك الساعه كان فريق جيد جدا، وانا كنلعب اون بوانت، انا كنلعب في ليزير، وراه كان هذيك الساعه رضوان الوردي، شيشه سراج، القرجمي السويدي، ايكيب مزيانه من الطراز العالي جدا. طبعا انا ذاك الكل كان كينادي بانني كنت مع لي اونز دور، يعني خديتي هذيك الجائزه ديالك مع لي اونز دور، كنت جاوني عروض من الخليج من تركيا، يعني انا ذاك في مباراة اظن ربع نهائي كأس العرش حضر فيها السيد بادو الزاكي، كنت سجلت على فريق الجيش الملكي،
كان معهم ألان جيرس هذيك الساعة. يعني كنت كنتمنى أنا بأنني التحق بالمنتخب الوطني المغربي، لأن الإعلام كان كي دائما كاين كان كيلح آنذاك بأنني نستحق المنادات. لكن كانت أنا ما غاديش نلوم السي الزاكي، لكن كانت النية وكانت يعني الفلسفة آنذاك بأن يلعبوا اللاعبين اللي كينشطوا على برا، ربما اختيار ديال 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 المجموعة ككل. أظن مشى بيدودان ونادي المياغري وأظن بدر القادوري، وطبعا ما لعبوش، ربما ما لعبوش، يعني كانت أمور. لكن كانت عندي قرارات أنايا، يعني ربما السيد المدير الإداري أنا داك السير غاي الله يذكره بخير كان قال لي بالحرف بأن راه غادي يناديو عليك، راه تكلموا معنا. لكن ما وكان التصريح ديالك خرجتيش تصريح، كان تصريح في جريدة المنتخب بكل أمانة، كان تصريح اللي هو ما غنقولش قاسي. هذيك الساعه انا عندي 20 سنه 21 سنه، وعندي عروض من تركيا، من بلجيكا، من انديه خليجيه، ما شيء عادي، وما كاينش داك لوريونطاسيون. كانوا بكل امانه، لكن ما كانش واحد التوجيه. ربما انا ما صريح كان قوي شويه، صريح كان قوي جدا، باقي عندي الان غلطه. ربما لو كانت سميتو كنت ربما كتبقى العلاقه ديالك مع الجامعه تبقى مزيان. لا الجامعه انا كانت عندي علاقه كبيره، انا كانت عندي مع هذيك الساعه لا ديريكسيون تكنيك، وهذيك الساعه ما كاينش تكوين كبير بزاف. احنا كنهضروا على الشو، هو كلام رياضي، ما قصد حتى شي واحد بكل امانه، بان راه الدوري المغربي مادام المنتخب غيقتصر غير على اللاعبين اللي كينشطوا على برا، فكره القدم المغربيه ما عمرها غتدي لقب. لحد الان مازال ما ديناش شي لقب، انت قلتي التصريح في 2002 عرفتي شحال دابا 20 عام باش قلتي 20 عام هذا التصريح هذا، يعني كانت لكن انا ما قصدتش فيه الناس وحتى الناس، لان داك اللي كانوا او حسوا بانني انا قصدت، فانا كنطلب منهم المسامحه. طيب غادي نمشيو، انا كنشوف المسار ديالك غادي تدريجيا. كانت واحد الواقعه في الطائره بين اسطنبول و أربيل الرجاء الرياضي في رحلة إلى العراق، كوب ضرب مع القوة الجوية على ما أظن، مع القوة الجوية سجلت عليهم هنا، سجلت هنا، ولكن لا كانت مباراة الذهاب. كان وقع لك مع متولي واحد الصراع، متولي في الطائرة لا تفضل، يعني الركاب ديال الطائرة شافوا هذاك الشيء كاع اللي وقع بيناتكم. بلا ما عرفتي التفاصيل ديالها شوية، غادي نضروا بعض الأسماء. اللي وقع هو انك اللي وصلتوا لاربيل في العراق، المكتب المسير تخبر من طرف محمد فاخر ومن طرف اللي كان كنظن الحنان، لا كان السيد حنان، كانوا الاخوان وقرروا انكم ترجعوا. رجعتوا انت وياه، حيدوكم الله ليست، رجعتي انت وياه. لا انا احنا رجعنا في مجلس التاديب، انا ما دزتش في مجلس التاديب، انا لا ما دزتش، كان حسبان هو اللي في المجلس. لا ما كانش حسبان، كان السي بودريقه، وكان هذيك الساعه ربما حكينا على القصه. انا غنحكي لك على القصه يعني بكل التفاصيل، لكن بكل امانه يعني رجعتوا مصالح ما كان انا تدخلت وقلت لك دائما القرارات ديالي كتكون في محلها وما عمري كندم عليها. كان واحد التصرف اللي احنا ما غنحكيوش عليه الان، ربما خدا الحيز ديالو اعلاميا وداك الشيء، ولكن اهم الحياه ما خصو يكون ولا انا الطائرات شفت انا شفت الصوره ديال الفريق والصوره ديالنا حنايا، دخلت بشكل ومانيش نادم على اي تدخل، بالعكس هذاك التدخل وربما كان عنده واحد الوقع ايجابي جدا علينا بجوج، لا انا لا محسن لا حتى الفريق. ربما تصرف اللي احنا ما غاديش نلومو حتى شي واحد، ولكن ربما شفتو انا في ذاك الوقت في هذيك الخرجه ما كانش خصو يدار. ولكن انا تمشي انت عند المسؤولين تقول لهم هما اللي دخلوا، دخلتي انت مباشره؟ لا دخلت انا مباشره، لانني شفت انا بعض الامور اللي كانت غادي تطور. ربما هذيك الغلطه اللي احنا اللي ممكن درناها، انا ما كنتش غلط ولكن كنت صائب فيها، ربما ما كانتش دار بديك الطريقه، لانني انا ربما كنت عنيف واحد شويه، لكن بالعكس بعد ما مشينا للعراق اجتمعوا معايا انايا وعرفوني بانني على صواب، وقلت لهم انا حتى شي واحد ما يقيس محسن
شيء عادي وغنرجع انا وياه ما غيرجعش بوحده. قولك يعني شو ترجع انت؟ لا 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 ياك انت برؤوك عبلاتي. لا شوف اول حاجه باش اللاعب اللاعبين جوج اللعابه يتصرفوا بديك الطريقه في غياب لا في غياب مسؤولين او رؤساء البعثه ربما كيطرح علامه استفهام. حنا ما بغيناش نوجهوا الاتهامات وكنا لاعبين على بطوله. جيت مباشره انا ومحسن في الطريق صالحين بخير وعلى خير ما كنضحكوا تعشينا جميع. فكرت واحد الخرجه درتيها لبنزرتي ملي جا هجمتي عليه لا ما هجمتش عليه لا ماشي ملي جا ملي سالينا لا كوب دي موند ما هجم انا ما حتى الماتش الاول ما لعبوش الماتش الاول ما لعبتيش تو صالحي ما لعبتيش تو صالحي وحيحته في فيستير. لا انا السي حسن ماشي في فيستير في الفندق فندق انا نقول لك فهمتيني ولا ماشي على اللعب. انا داك اللاعب اللي الحمد لله كان ديسيزيف وكان حاسم في تقريبا 7 ديال المباريات حتى كتكون كيكون الفريق خاسر ياك دقيقه 86 دقيقه 90 93 كنسجل هدف الفوز او يعني 21 نقطه ما غنقولش جابها مجد الدين جيلاني ولكن جابتها المجموعه. كنظن سنه وسبعه اشهر من تماره اللي ضربها محمد فخير في جمع اللاعبين كنا كنشوفوا بعضياتنا اكثر ما كنشوفوا عائلات ديالنا. طبعا ملي جا السي فوزي البنزرتي في اسبوع ما عندوش عصا سحريه وربما حتى في قناه الجزيره انذاك 45 دقيقه في مراكش قلت بان الانجاز هذا فيه 90% لمحمد فخير. كاين الناس اللي تقبلوها كاين الناس اللي ما تقبلوهاش كاين الناس اللي ما غتعجبهمش. وانا كي قلت لك انا كناخذ شي قرار ولا كندير ديسيزيون بناء على معطيات. اول حاجه ما كنضرش الناس اول حاجه. ثاني حاجه كان خاف الله فيها قد قرارات ديالي واعطوا لي كل ذي حق حقه ماشي السيد جمعنا وكان هو وراء الجلب ديالي انا وانا كنت وراء جلب ديال واحد 6 ديال اللاعبين اللي كانوا غيوقعوا في انديه كبيره منهم سي عادل الكاروشي منهم السي حمزه بورزوق منهم السي بوخريس منهم فيفيا مابيدي منهم عبد ربي. ما يمكنش لي نكر انايا مجهود ديال واحد المدرب كبير اللي كيشتغل 24 ساعه على 24 ساعه يعني في تحضير فريق كبير البطوله والكاس باش نمشيو لكاس العالم غنجي انا كلاعب ونكر هذا. هذه غادي نتسمى هذه هي الغلطه الكبيره السي حسن. انا بالعكس يعني بعد نهاية لا كوب دي موند يعني وقعت بعض الأمور يعني في الفندق يعني كان واحد تقديم صورة خاطئة للفوز البنزرتي على بعض اللاعبين اللي كانوا هما حاسمين في لقب بطولة ديال 2012. هادشي الجمهور الرجاوي تصورت الجمهور ديال الرجاء كامل فين ما كان سخن كلشي كيطالبوا بأنني باش ندخل يعني ديسيزيف وكانوا لاعبين اللي لعبوا ما يستحقوش يلعبوا. ولكن انت كتظن بان محمد فاخر واخا ما بقاش في الفرقه باقي القرارات ديالو؟ لا ماشي قرارات ديال محمد فاخر. اخر مباراه مع محمد فاخر انا توتشيلير وجا تكلم معايا انا ضد الدفاع الحسني الجديدي انا واسماعيل كوشام قال لنا ولدي من اللاعبين اللي كنتو ساهمتو في الدوري واول حاجه ما حشمتونيش عطيتو عطاء كبير ومع ذلك راه كنا كنكونوا بعض المرات بدلاء وكنا كندخلوا كنغيروا النتائج ديال المباريات. المهم كان ربما المدرب او الطاقم التقني يبني على الامور التقنيه ويقدمها للمدرب. فوزي البنزرتي قال لي ما عطاونيش يعني حتى حاجه وقال لي سي مجدين بحال هكا سي جيلاني انا لعب ضده ديما كان ماركي عليه في تونس فهمتيني. وقلت له سي فوزي انا بالنسبه لي انا راه غيكون واحد القرار ديالي هو غادي نغادر الفريق. قال لي لا انا كاين غتبدا معايا روتور واحد اخر عادي ما كاينش مشكل. قلت له لا بالنسبه لي انا الا بقيت ممكن غتكثر بعض المشاكل وهذيك الساعه انا طالبت بانني نمشي من فريق الرجاء البيضاوي. طبعا واحد اللي ساهم معاك باش تجمع فرقه بالمساعده ديال هاد اللعابه راه كانوا اسماء اللي كنا الحمد لله كانوا غيسينوا في انديه اخرى منهم السي عادل الكاروشي اللي داز معك منهم السي حمزه بورزوق منهم السي بوخريس منهم فيفيا مابيدي منهم عبد ربي
منهم الرجوع ديال 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 محسن، منهم شكون اخر؟ سند الوفلي. لا لا لا، سند الوفلي هذاك 2018 هذيك الساعه انا ملي كنت لاعب. لا انا كنقول لك انا هذه وانا لاعب. كنت لاعب. انا لاعب. يعني انا لاعب ساهمت في العلاقه الطيبه ما بيننا وما بين السي محمد وما بين العلاقه الطيبه مع هاد اللاعبين، وكنا اسره واحده والحمد لله حققنا داك الشيء الكبير اللي كيتمنى الجمهور ديال الرجاوي واللي كان المضنون فينا احنا. ما غنجيش انايا في لاكوب دي موند وحنايا منتشين بالتاهل ومنتشين ونجي انايا هذاك العمل كامل اللي دار محمد فاخر نجي نقول لهم لا فوزي البنزرتي هو صاحب هذا الانجاز. لا، محمد فاخر عنده 90%، فوزي البنزرتي جا في ذاك الاسبوع ما عندوش عصا سحريه طبعا، والطاقم التقني وكانت الفرقه مصوبه وكان الله يرضي عليك الفرقه مصوبه ومقاده السي محمد فاخر طبعا. هذوك الناس اللي داروا ذاك القرار في ذاك الوقت خاصهم يجيو عندك هنايا ويعترفوا بهذه الغلطه. هذه غلطه ديالهم. ولكن الناس كانوا كيقولوا بان ماجد الدين غادي يمشي لليابان فاذا به في اولمبيك خريبكا. كان شي عرض؟ طبعا كان عرض من 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 واحد الفريق يعني في الدوري الممتاز الياباني، لكن ما كملش الله تعالى. مشيت الاولمبيك خريبكا، كان فريق غادي يصارع من اجل النزول، نقدنا ذاك الفريق، بقات علاقتنا كبيره مع جميع مكونات فريق اولمبيك خريبكا اللي كنوجه لهم تحيه وعلى راسهم السيد الدكتور سيسكادي اللي وضع فينا الثقه، والفريق بقى في دوري الدرجه الاولى. ومن وراه كنت قلت لسيسكادي بانكم غتفوزوا بلقب، فازوا بلقب ديال كاس العرش. إلا رجعنا سي ماجد الدين العجلة ديال الزمان إلى الوراء وقالوا لك غادي تعاود هاد الباركور ديالك، شنو هي الحاجة في هادشي اللي ذكرتي اللي ما غاديرهاش؟ واش ما غاديش تمشي تحترف في شي دولة من الدول؟ تلعبش في شي فرقة من الفرق؟ ولا غتعاود هاد الباركور نيت؟ لا، بالنسبة للبدايات ديالي أنايا، بالنسبة لي أنا يعني خرجت من رحم المعاناة كرويا، يعني بعد الله سبحانه. الوداد؟ لا، بديت في نجم الشباب، بعد الرجاء، بعد جاب بوسالم الله يرحمه هزني للوداد. يعني ما غننساش الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لجميع المؤطرين، لا بفريق الرجاء البيضاوي، لا نجم الشباب، لا فريق الوداد البيضاوي، اللي كانوا ساهموا في التكوين ديال عبد المجيد الدين الجيلاني تربويا ورياضيا. هادو ما ننساش الخير ديالهم يعني، وكنترحم على الاموات، وكذلك كنبارك في عمر الجميع كذلك في المسار ديالي الاحترافي. ما ننساش اي واحد خطا معايا خطوه ديال الاحتراف، ومنهم السي عبد الحق الجدعي الاعلامي الكبير الله يرحمه، وربما الذكرى ديال الوفاه ديالو نتجدد الرحمات ديالو، اللي كان يعني الجميع بعد ما تناداش عليا انا المنتخب الوطني ما بغونيش نزيد مازال نكمل في الدوري المغربي، كان عنده واحد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وشقيت الطريق ديالي في الدوري التونسي. جميع الأندية اللي مريت بها في الدوري التونسي وحققت معها أهداف وإنجازات، كذلك في الدوري الليبي كنشكر الجميع الأندية اللي كانت واحد المسار كبير ليا باش شقيت فيه طريقي أنا، رجعت للدوري المغربي وتوجت بالهداف ماشي سهلة باش ترجع للاحتراف وترجع للدوري المغربي، ويعني وتكون من بين أحسن لاعبين مع النادي المكناسي، وتمشي الربع النهائي ديال الكاف مع السي عبد الرحيم طالب للثمن النهائي مع النادي المكناسي ديال كاس الاتحاد الافريقي، من بعد تجي لفريق الرجاء البيضاوي وتكون حاسم وتفوز بألقاب كبيره وكبيره جدا مع فريق الرجاء البيضاوي، تكون وصيف بطل العالم وفائز بكاس العرش. يعني الا جيتي يا سي حسن راه اكثر من 11 لقب على المستوى الجماعي وعلى المستوى الشخصي، ماشي سهله. كنشكر جميع من ساهم في هذا الانجاز، ماهوش انجازات ديال عبد المجيد الدين الجيلاني، ولكن انجازات ديال المدربين اللي كونوني، انديه مسؤولين اللي تقوا فيا، كذلك ما ننساش العلاقه الكبيره ديال عبد المجيد الدين الجيلاني مع الجسم اللي كان مهم لي انا، هو الجسم الاعلامي، الاعلام الوطني. بكل امانه كنشكر الجميع بدون استثناء، كانت كتربطني علاقه كبيره وعلاقه فيها من الحب والاحترام والتقدير والشفافيه، في اي بلاطو ساندوني عاونوني حتى وانا خارج المغرب كانوا كيوصلوا الاخبار ديالي والتالق ديالي والانجازات ديالي، كنشكرهم وكنشكر جميع الاعلاميين وعلى راسهم انت سي حسن. هادشي ما غاديش نرمي لك الورد. شكرا جزيلا. بكل امانه كنشكر كل من ساهم
في هذه الانجازات. شكرا جزيلا سي مجيد الدين، ونتمنى لك حظ موفق في الديار الليبيه كمدير للكره بنادي الزاويه لبنادي اولمبي الزاويه بالديار الليبيه، والصعود كذلك الفريق ديالي اللي غيصعد الهوات. والصعود ديال الفريق، لانك هذاك فريق خديتيه من لا شيء، من العدم في البادئ، وفي العدم وفي البادئ، وكان من الناس اللي امنوا بها السي حسن. كانت قناتكم المحترمه تيلي ماروك، وكذلك في شخصك انت، والحمد لله الان كنشوفوا لاعبين في المنتخب الوطني المغربي اقل من 20 سنه، وكذلك في انديه احترافيه، وكذلك في انديه وطنيه محترفه. نتمنوا ان يعود الامن والامان الى البلد العربي الشقيق ليبيا، لتعود الكرة إلى الدوران بشكل طبيعي، وتعود الكرة إلى التوهج كما عادناها في زمن ما. شكرا لك عبد المجيد على المشاركة ديالك، شكرا على الصدق ديالك، وشكرا على الصراحة ديالك. شكرا سي حسن.